أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني من سلسلة آيات للموقنين. الله تعالى أراد لك أيها الإنسان كل خير، لم يرد بك شرا. كل التعاليم التي أمرك الله بها كان فيها الخير لك في الدنيا والآخرة، وكل شيء نهاك الله عنه كان فيه الضرر والشر لك في الدنيا والآخرة. وضع لك المقاييس والتعاليم والتعليمات وأمرك أن تلتزم بها لتحظى بسعادتي الدنيا والآخرة. اليوم أحبتي في الله سوف أبحر معكم في رحاب هذا الكون لنتأمل حقيقة مبهرة جدا، هي الحبك الكونية. هذا الكون أيها الأحبة مسخر لنا من قبل الله تبارك وتعالى لنتدبره ونتأمله ونزداد يقينا بالخالق سبحانه وتعالى. الأبحاث العلمية الحديثة أيها الأحبة تؤكد أن الكون أطلق في بدايات خلقه موجات جاذبية تعتبر الأعقد من نوعها، تشبه الموجات على سطح الشاطئ التي تتشكل على الرمال. سوف نرى الآن كيف تتشكل هذه الأمواج وماذا قال عنها القرآن وماذا قال عنها العلم، لنستيقن أن هناك تطابق كامل. تأملوا معي، هذا بحث يقول كيف حبكت المجرات في نسيج الكون سبحان الله. هذا البحث أيها الأحبة يؤكد أن كل المجرات محبوكة حبكا وتشبه النسيج المحكم المتعدد المترابط. الآن نرى هذا النسيج في الكون، هذا هو كوننا، ليس كرويا، ليس بيضويا، ليس مسطحا، إنه كون حبك. لذلك يقول في التفسير والسماء ذات الحبك، أي حبكت بالنجوم. طبعا هذا حسب تفسير الطبري، حبكت بالنجوم سبحان الله. وهنا بحث لجامعة كاليفورنيا 2014، كيف تطورت المجرات إلى نسيج كوني سبحان الله. إذن حقيقة النسيج الكوني أصبحت حقيقة يقينية واقعة لا يستطيع أحد أن ينكرها، حتى هم يستخدمون كلمة ووفن، وهذا هو الباحث صاحب البحث الذي أثبت أن أفضل كلمة للتعبير عن حقيقة كوننا هي كلمة ويف أو كلمة حبكة. لذلك أيها الأحبة، نحن عندما نتأمل هذا الكون وكيف تم حبك خيوطه التي تتألف من المجرات، حبكت بإحكام، لابد أن نتساءل من الذي أحكم بناء هذا الكون. هنا يقول مثل حبك الرمل ومثل حبك الدرع ومثل حبك الماء إذا ضربته الريح، سبحان الله، هذا في التفسير، مثل حبك الماء إذا ضربته الريح. تأملوا، هذا بحث من مجلة الطبيعة الأمريكية،
يؤكدون أن الكون في بدايات خلقه أطلق موجات يشبه شكلها شكل الرمل إذا ضربته الماء أو ضربته الريح. سبحان الله، يعني شيء عجيب جدا أن نجد تطابقا كاملا بين ما يقوله العلم وما قاله القرآن. تأملوا، الأبحاث العلمية كلها تؤكد وجود حبك، كلها تستخدم كلمة ويف، لأنها الكلمة الأدق تعبيرا عن حقيقة بناء هذا الكون. آيات للموقنين. الله سبحانه وتعالى قبل أكثر من 14 قرنا ذكر هذه الحقيقة العلمية بشكل مذهل في كلمة واحدة. قال عز وجل: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. سبحان الله، والسماء ذات الحبك، هذا قسم، إنكم لفي قول مختلف، أي أيها البعيدين عن الله الذين تدعون أن هذا القرآن ليس كلام الله، كلامكم هذا مضطرب مختلف متناقض لا يستقيم، لأن بنية الكون هي بنية نسيجية، وهذه البنية النسيجية لم تكتشف إلا حديثا جدا. فعندما أنبأك الله تبارك وتعالى عن هذه البنية النسيجية للكون وأخبرك أيها الإنسان بكلمة واحدة، قال: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، لابد أن تدرك أن صاحب هذا الكلام لا يمكن أن يكون بشر، لابد أن يكون الذي خلق هذه الحبك الكونية هو الذي أنبأك عنها، ولابد أن هذا الإله العظيم قادر على إعادة بعثك من جديد يوم القيامة. ورأينا التفاسير أيها الأحبة كيف تأتي مطابقة للعلم، يعني هذه التفاسير قبل أكثر من 1000 سنة ذكر فيها كيف أن هذا الكون حبك بالنجوم، وبالفعل رأيناه بالصور المرسومة بواسطة السوبر كمبيوتر أو الكمبيوتر العملاق، أن هذا الكون عبارة عن مجرات ونجوم تم حبكها بإحكام، ويستخدمون نفس الكلمة في اللغة الإنجليزية ويف، أي حبكة تماما. ماذا نقول بعد هذه الحقائق أيها الأحبة؟ وماذا يمكن أن نبحث أو ندرس بعد كلام الله تبارك وتعالى؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إن هذه الحقائق والله أيها الأحبة أي إنسان لو درسها وعقلها وتأمل فيها لابد أن يصل إلى صدق قول الله تبارك وتعالى الذي قال عن حبيبه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أقرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أقرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار ربي سامع.